اه هلا بيبي، انت اول شي سوي هذا لايك، بعدين هذا روحي سوي هذا سبسكرايب، بعدين سنو سوي فعل الجرس، بعدين بالابينو. لمبة حمراء شو ندش ولا ما ندش الحين ولا والله شنو؟ ما ادري عمليات يحطون لمبة حمراء عمليات بمكتبها؟ لا خذوا اقتحام 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 اقتحام. السلام عليكم. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو بسومة، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. كل عام وانتي بخير. الله يحرمني حبيبة قلبي. الله لا يحرمني منكم. احنا مخرعين، نشوف حالتنا حالة. هي مخرعة مني اتوافق قاعدة وقاعدة. لو انا من هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. عاش. لحظة لحظة لحظة، يو شنو؟ يو شنو؟ ربنا يديم على الصحة والسلام. ايه؟ ومحبة ناس كان لا يفرق. ونبي فلوس وايد. أكيد بدنا فلوس وايد. محبة وسلام روح. طبعا في الكريم، لازم تطلب وايد. محبة فلوس، محبة وسلام، وهذا مو كافي. نبي فلوس، نبي فلوس. نبي فلوس، نبي. حبيبتي عندنا موعد، احنا مو عندنا موعد. نبي تشيلي ويوهنا ما تسوي فيها. دقيقتين حب شنو دقيقتين؟ موعدي قبل ساعة. قبل ساعة. ما تبي هيك؟ ما تبي هدية؟ رح نشتري هيك؟ هذا كله من موعدك حبيبتي. خلكم على دقيقة. تاج عمري. خلكم ما يسوى عليه. نعتذر على قلة ذوقنا. ما عليه. يلا ننطر بعد شو نسوي؟ أمري لله. مسكينة ما يسوى عليها. شاكم ذاكر. قبل ما تي اي تخلص طب الحركات تقعد فوق لحظه الحين بعد سويناها بعد خلاص خلصت المفاجاه بس انت لا تعرفي مو زين مو زين حق بشنوتك استبيلتش بسومه يعني ما شاء الله صدق شلون تسوينها لا لا حتى الطبقات شوفي شنو طبقاتها تسويها نظيفه مرتبه خفيفه كل شيء نظيف مرتب والله ما شاء الله شكلها حلوه ايه أهل عليني الطريقة لا حتى طشون قصتها كل شيء إبداع ترتيب لازم طشون قصة الكيكة ومنو يطري على بالي قص كيكة مدورة كذي لا هيدا علمها للمتابعين الكيكة هيك لو حتى خطك بعد ما شاء الله على الكيك لا لا مبدع بكل شيء شفت هتعلمك هتعلمك شلون شلون تسوي لي اياها بالبيت مين راضية ما الكيك وهابي بيرثدي وكل هذا ايش بتسوين بوجه الودر الحين؟ لا تقول وجهك ودر والله ودر شوفي لا حول ولا قوة الا بالله من متى هو غاير ايش بتسوي بوجه الودر؟ راح اغسل الوجه انت الحين تقولي لا تقول ودر وش تقولي؟ او انت اللي قاعد انا ايش عليك؟ ليش تزفيني علي هذا؟ انا بدي افهم شو معنى الكلمة اصلا وي شنو عاد وجه الودر شلون اترجمها؟ شنو يعني ودر؟ ما تترجم ودر 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 تشوفين تشوفين وين تقول وجهها ودر استغفر الله لا 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 كمام سمحت لك انا بلا كمام بلا شيء لا انت سمحت انا بسمح لنفسي انا وعلي ناس ما في لي شيء انا ما في لي شيء انا عارفه فيك شيء بس لما اقرب لازم اقول حط الكمام اوكي خليني احكي يلا حس اسمعني يلا تفضل انت بتقول شو تسوي اليوم انه بعد فتره الغياب لازم انه عشان نعمل اي علاج ولا اي تريتمنت اوكي لازم اول شيء انه احنا ننظف البشره من العضو تمام انا صار لي الحين تقريبا 3 اشهر او اكثر بس قبل كنت تقدر تضلك 3 اشهر لا
ولانه بتعت 3 اشهر واكثر من سفر كنتي سافرتي وصار فالوي اول خطوه ان احنا تشالح الوي تشالح اي اساس وي بسم الله عليك انا ما قلت ان ما تشالح لا الله عليك كيف تتابع وين تشالح وين تشالح طالعي وجهك رد 20 سنه ورا لا حول ولا قوه الا بالله وليش انت ليش غيران يعني غيران رديني 20 سنه ورا يعني شنو ردك البطن اوكي شويه يعني تقي احس الدم شي رد صعد بويني مره ثانيه وجهي كان مشولح وش فطك اشياء من وجهي ترسبات وحال عندها جهاز هني الحين عندها هني قاعده تعامل بالقنبله اللي هالصوب طلعت لي حبه والله هذه الحبه ما جات الا يوم درت ان انا جايلك يلا طلعت شوف وجهها اي اي ابي كذي سوي لي ناس وجهها زين ايه شوف ايه يا ربي بس اللي لا في شم ولا في اللي لا قال اي ولا قال اح ولا قال اه اعوذ بالله برب الفلق داري انت ليش رافع راسك هيك يعني هي حبايه ما حتنزلش يعني ما ادري كنا في شيء طلع منها هو شيء طلع منها بس انت عادي طبيعي يعني مو شيء اشوى مو روحي اللي طلعت الحمد لله انا موجود يما تستم ايدك 10 ايام وبعد 3 ايام راح يبين راح نعمل نيو تكنيك من الليزر جديده تمام بتعطيك شد للبشره وكل المسام الصغيره هيك تلاقيها تشالت يعني بعد اخر شهر هيشوفوا نيو اخر شهر بتشوفون نيو ضاري نيو ضاري كله لا نيو سكن داري مثل هو ما بتغير ذهب لاني طبعا تبارك الرحمن انت تبين شيء ان انت مصنع العسل يعني مصنع الذهب مصنع الذهب مصنع الذهب يعني بس انا ذهب هبل ايه الحين ما عرفنا احنا عسل ولا احنا ذهب ولا احنا شنو احنا كل شيء ايه بسم الله علينا الرحمن الرحيم لا حد يسمع ويصدق يكون في احاء الناس بصوره غير مباشره المقدمه يكون اسمي اول اسم بالعمل هذا شغل رمضان احنا قاعدين نسويه الحين الله يخليك اسمي انا شلون اسمك اول هو اسمه بيضاري واضحه حبيبتي ايه مو روح حواري من سنين هو كذي لا شوف كيف ايش تسوي تشابك كذي 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 ابي زين الحين خلونا قاعدين نشتغل حق رمضان طبعا خليني اوريك ايش الحكي ما دام الدفتر هذا الدفتر دفتر اعمالي فيحان بس هذا اعمالك الله يوفقنا يا رب الله كريم الله يلا برمضان عندنا شيء حلو ان شاء الله راح تستانسون معانا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ابي اسمي قبل اسمها زينك مو بس اسمك اسامي الاشخاص كلهم قبل ما يصير اقول مخرج صح راح يعرف لا قبل هو قبل يعني هذا هو قايل لا تعلم انت يطبق عليك المثل انا ربيت وغير صفيت شنو يعني انت شبي بالضبط وين بتحط اسمي ان شاء الله انت اسمك اعلى من انه ينحط كذي لا ينحط مولي حبيبي هذا وضوحي هذا وضوحي هذه او مو اول اسم هذه لو لاها ما يصير الاسم لا طبعا هذا وضوحي طبعا الناس اللي تقدر مو انت يا حظي تعلم اي والله عادي روح ضاري يعلمني يقول لي ما تقولي شكرا تعلم من الولد تعلم. والله قاعد اقول لها قبل شوي في معلومه عن وضوحي ووضوحي ما تعرف تقول شكرا حق اي شيء بالدنيا تخيلوا انا ما اعرف اقول شكرا صدقوني ما تعرف تشكر صدقوني ولا يصدقونك ولا شيء تفضل يا عصير شكرا حبيبي شكرت اشكرت فيحان العصير عشان بس تقنعكم وتوريكم انها تقول شكرا والله انا لو اجيب لها يعني نفس ذاك اليوم جبت لها ذهب كذي اساور ذهب وهذا ما قالت لي شكرا ايش في هذا ما قالت لي شكرا قالت لي يما لو جاي بالدقه الفلانيه مو احسن زين قولي شكرا قبل شوي الريال يعني مال المطعم ما يبل لها الوايبس هذا الكلينكس اللي كذي المرطب هذا ما يبل لها اياه قال ما عندي جايب لها كلينكس ومرطبه بماي او شيء كذي وانتم ما عندكم وانتم ما ادري فيحان اعطاها سلطه جاب لها سلطه انزين قولي لها شكرا على السلطه لا وهي فيحان ما احب الدياي هذا حرك يعني طب
الواحد يقول شكرا بعدين يقول شكرا طبعا دائما دائما تنظر للكأس الجانب الفاضي من الكأس ما تقول ما تنظر للجانب الممتلئ من لا يشكر الناس لا يشكر الله والله ما يصير ايه صح ايش وانا اعلم استغفر الله قطع قلبك اي والله ها تصدقين انا دائما انظر للشيء من الناحيه الايجابيه ومن انظر من الناحيه وتنظر الجانب الممتلئ ولا ما تنظر لا لا تنظر له اي ممتلئ علمها دايم يعني مسكين يعني علمها في كل شيء اي لا علموني علموني هي عندها هذا كله مثلا هي تشوف بس اللي فوق هذا اللي فاضي لا انظري العصر كله شوفي كامل هذه الحياه اللي ما عندك اللي مو متوفر لك شوية لكن اللي متوفر لك وايد دار راسي عرفتي قولي تعلمت تعلمت ها عرفتي شلون هي عفي على بنتي لا تفشين قدام الناس إيه صح إيه كافي يقولون هذه اللي أمه الطقة باش يقولون هذه اللي أمه ما تشكر أطلعك فيه الحين أطشر عليك عرفتي الأغنية